المحاضرة بتاعتنا النهاردة بعد ما خلصنا كربوهيدرات ميتابوليزم هنبدأ في ليفل ميتابوليزم إن شاء الله. كده خلصنا أوكسيديشن أوف فاتي أسيد، ننتقل لنقطتين اللي هي إيه يا شباب؟ أوكسيديشن أوف أود نمبر فاتي أسيد. عندنا الفاتي أسيد اللي اتكلمنا عنها بريستيك أسيد بالميتيك أسيد دي إيه؟ إيفن نمبر، إيفن نمبر فاتي اسيدز. ايفن نمبر يعني ايه؟ يعني في عدد زوجي من ذرات الكربون 14 16 18 خلاص؟ لكن الفاتي اسيد اللي ليه عدد فردي من ذرات الكربون نسميه اود نمبر فاتي اسيد. لو فاتي اسيد فيه 15 كربون اتومز 15 يبدا يحصل اوكسيديشن بالدورات بتاعت الاكسده، ها كسر 2 2 2 2 خلاص لغايه ما نوصل لايه؟ يتبقى عندنا ثلاثه، ما ينفعش يتكسر منهم اثنين ويتبقى ذره كربون واحده، مفيش الكلام ده نوت ابليكابل. تمام يا شباب؟ ما بيحصلش خلاص. فايه اللي يحصل؟ يبقى جزيء زي ما هو اللي هو ايه؟ 3 كربون اتومز اسمه بروبنويك اسيد. ها خلصتوا كلام؟ بروبانويك اسيد ده يحصل له ايه يا شباب؟ عن طريق تفاعل كاربوكسيليز يضاف لي كربون اتوم في صورة كاربوكسيل جروب عن طريق انزيم بنسميه بروبانويك اسيد او بروبانويك كو اي كاربوكسيليز. وقلنا الكربوكسيليزز كإنزيمز، الكو إنزيم بتاعها إيه؟ من الفيتامينز بايوتين اللي هو فيتامين، ها؟ فيتامين إيه؟ واحد من البي فيتامينز اللي هو فيتامين إتش، خلاص؟ يتم إضافة ذرة كربون إلى هذا المركب، وبرضه مساعد فيتامين بي 12 يصل المركب إلى شكل جديد 4 كربون اتومز اسمه إيه يا شباب؟ ساكسينايل كو إي. يبقى بروبنويل كو إي بيتحول إلى ساكسينايل كو إي. ساكسينايل كو إي يروح فين؟ كريبس سايكل. يدخل فين؟ كان مكانه فين في كريبس؟ حد فاكر؟ هنا ولا هنا؟ ها؟ تمام يا شباب؟ يدخل كريبس سايكل برضو عشان يكمل في كريبس سايكل وينتج منه طاقه. خلاص يا شباب؟ او يشترك في الوظائف الخاصه بيه. قلنا ساكسينايد كو اي له وظائف كتيره لما عددناهم وكتبناهم في نهايه المحاضره. تمام يا شباب؟ ده بالنسبه للاود تشين فاتي اسيد. يبقى 3 كاربونز المتبقيه ما بتروحش تترمي في الشارع، لا برضو بتحول الى ساكسينايد كو اي اللي بيدخل كريبس سايكل عشان يكتمل انتاج الطاقه من الفاتي اسيد كومبليت. سورس اند فيت اوف ساكسينايل كو اي اتكلمنا عنها في كريب سايكل. ننتقل لنوع اخر من الفاتي اسيد. نوع من الفاتي اسيد بيكون ميثايليتد او بنسميه برانش الفاتي اسيد، واحد من الفاتي اسيد موجود في السنترال نيرف سيستم اسمه فايتانيك اسيد. ده عليه ميثايل جروبس، في ميثايل جروبس موجوده على الفاتي اسيد دوت خلاص، وموجوده بالاحرى على البيتا كاربون. البيتا كاربون اللي كانت مهمه عشان البيتا اوكسيديشن. ما دام البيتا كاربون محتله بميثايل جروب في البيتا اوكسيديشن كان عليها ايه يا شباب؟ او اتش جروب. تمام؟ هنا محتله بميثايل جروب، ما ينفعش يشتغل عليها البيتا اوكسيديشن سيستم. فايه اللي يحصل؟ لازم يتم التخلص من فاتي اسيد دوت. فبيحصل عليه عمليه بنسميها الفا اوكسيديشن. الفا اوكسيديشن يعني ايه؟ يعني يتم ازاله اول ذره كربون اللي هي في الجزيء بتاعنا. خلاص؟ عن طريق انزيم بنسميه هيدروكسيليز. خلاص؟
عن طريق إنزيم بنسميه هيدروكسيليز. يبقى الهيدروكسيليز بيحول لي الفيرست كاربون اللي هي الفا كاربون ل او اتش جروب، وبعدين يتم ازالتها. فالبيتا كاربون ها اللي عليها ميثايل جروب، ايه اللي يحصل فيها؟ بعد ما نشيل اول ذره كربون بترتيبها ايه؟ هي كان ترتيبها الفا بيتا، شلنا الالفا يبقى البيتا بقت هي الالفا بالميثايل جروب اللي عليها. البيتا بالميثايل جروب اللي عليها اصبحت هي ايه؟ في موقع الفا. خلاص؟ يبقى كده ممكن الجزيء يدخل في البيتا اوكسيديشن. ليه؟ البيتا كاربون اصبحت فري، يحصل لها ها البيتا اوكسيديشن بروسيس. تمام؟ يبقى ذره الكربون اللي عليها الميثايل جروب قصينا الاولانيه اللي هي الالفا، والبيتا اللي عليها ميثايل جروب اصبحت الفا، واصبحت البيتا اللي وراها او اللي وراها اصبحت بيتا وبيتا خاليه، فيتم ايه؟ بيتا اوكسيديشن. تحصل بيتا اوكسيديشن لغايه ما نوصل لميثايل جروب تاني، ويحصل نفس البروسيس. نشيل ذره الكربون اللي موجوده وتتحرك البيتا تبقى الفا وهكذا. تمام يا شباب؟ هل الهدف منه انتاج الطاقه؟ لا. ليه؟ لان اللي بتكسر هنا ايه؟ ذره كربون في كثير من الاحيان بتكون واحده بس. خلاص؟ واحنا اللي بينتج عندنا الطاقه هو ايه يا شباب؟ ظهور ذرتين الكربون اللي هم اسيتايل كو ايه، ده اللي بيدخل كريبسايد. تمام؟ طب ايه اللي يحصل لو تراكم هذا الفاتي اسيد في البرين؟ مشكله بنسميها ريفزون ديزيز، ده اتوزومال ريسيسيف ديس اوردر. خلاص؟ نتيجة عيب أو مشكلة في الألفا أوكسيديشن. العيب ده نتيجة غياب الهيدروكسيليز إنزيم، أول إنزيم في التفاعل بتاعنا. خلاص؟ يؤدي إلى إن الفاتي أسيد ده ما يحصلوش أوكسيديشن، ما يتمش التخلص منه، وبالتالي يتراكم، هيؤدي إلى نيرفس تيشو ديس أوردرز. تمام يا شباب؟ ده بالنسبة للألفا أوكسيديشن. يبقى ألفا أوكسيديشن نتيجة نقص إيه يا شباب؟ انزيم بنسميها الهيدروكسيليز، وهتؤدي الى المشكله بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها. ده الفرق بين البيتا والالفا اوكسيديشن من ناحيه انتاج الطاقه، من ناحيه عدد ذرات الكربون اللي بتتكسر، من ناحيه الاكتيفيشن، من ناحيه كذا وكذا. نيجي لاخر نوع من او اخر نوعين من الاوكسيديشن الفاتي اسيد. عندنا الفاتي اسيد زي ما قلنا بياخد الكربوكسيل جروب وينتهي بايه؟ ميثايل جروب، مش كده؟ اخر ذره كربون بنسميها اوميجا كاربون. النوع ده من الاكسديشن بنسميه اوميجا اكسديشن. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيتحول فيه الاوميجا كاربون الى كاربوكسيل جروب. تحول الى ايه يا شباب؟ كاربوكسيل جروب. ما تحول كاربوكسيل جروب يصبح ايه؟ الفاتي اسيد متاح من الطرفين للبيتا اوكسيديشن. ممكن الانزيم تشتغل من هنا، الانزيم تشتغل من هنا، ونخلص عليه بسرعه. يبقى ريبيت البيتا اوكسيديشن هيديني المنتجات اللي احنا شايفينها دي. يبقى الاوميجا اوكسيديشن بيتم عن طريق تحويل الميثايل جروب اللي هي في الاوميجا بوزيشن الى كربوكسيل جروب، ويبقى عندي داي كربوكسيليك اسيد. اخر نوع هنتكلم عنه هو الاوكسيزومال اوكسيديشن اوف فاتي اسيدز. ايه هو الريبوسومال اوكسيديشن اوف فاتي اسيد؟ بعض الفاتي اسيد بتكون فيري لونج. فيري لونج يعني ايه؟ ليها سلسله طويله شويه. فيري لونج تشين فاتي اسيد ما تقدرش تدخل الميتوكوندريا. فايه اللي يحصل؟ عندنا بيروكسيزومال سيستم بيروكسيزومز تاخد فيري لونج تشين فاتي اسيد دي تكسر اجزاء منها، تعمل اوكسيديشن لجزء من الهيدروكربون شيب، يصغر الفاتي اسيد، يطلع من البيروكسيسوم، ممكن في الوقت ده يدخل الميتوكوندريا، يحصل له اكتيفيشن ويدخل الميتوكوندريا. مفهوم يا شباب؟ البيروكسيسوم اوكسيديشن مهم عشان ايه؟ فيري لونج تشين فاتي اسيد.
بالنسبه للبروتوزوم الاوكسيديشن مش محتاجين الكارنيتين، لكن محتاجين الكارنيتين فين؟ مع الميتوكوندريا باث واي. خلاص؟ لما يصدر الفاتي اسيد قلنا ممكن يحصل له ديفيوجن ويقدر يدخل للميتوكوندريا وتكتمل عمليه الاوكسيديشن للفاتي اسيد. لو حصل مشكله بالنسبه للبيروكسيسوم الاوكسيديشن ايه اللي هيحصل؟ الجسم مش هيقدر يستفيد بالفيري لونج تشين فاتي اسيد. تمام يا شباب؟ تمام؟ العده او المشكله دي بتكون نتيجه اوتوسومال ديس اوردر. البيروكسيسوم ما بتكونش جاهزه انها تعمل اوكسيديشن للفيري لونج تشين فاتي اسيد. خلاص؟ معايا يا شباب؟ لما ما يحصلش اوكسيديشن للفيري لونج تشين فاتي اسيد ايه اللي يحصل؟ جزء من الفاتي اسيد اللي الجسم هيستفيد منها مش هيستفيد منها. تمام؟ المشكله دي بما انها العمليه دي بتحصل في الليفر بيكون في عندنا ليفر ديسفانكشن. الليفر ممكن يحصل فيه سيروز، ممكن يحصل فيه فايبروزس، هيكون المريض ده عنده جولدس مش قادر يستخدم كثير من الفاتي اسيد فيحصل ايه؟ انرجي ديفيشن. هيكون عندنا وما يميز المرضى دول زي ما احنا شايفين كده عنده كرينيوفيشال ديسموفيزم. كرينيوفيشال ديسموفيزم يعني ايه؟ النسبه بين وجهه الى الجزء اللي بيحتوي على المخ اللي هو الدماغ فيها ديسكريبنس. يعني ايه؟ هنلاقي الوش بتاعه اصغر من النسبه الطبيعيه، هنلاقي حجم الدماغ عنده ايه؟ كبيره شويه، ووشه ايه زي ما احنا شايفين؟ اصغر من الطبيعي. تمام يا شباب؟ في اي مشكله في الكلام دوت؟ تمام. بكده نكون انهينا الفاتي اسيد اوكسيديشن بكل انواعه. اي سؤال يا شباب؟ In case you have any question, please submit your question to the notification icon and these links. Thank you.